شباب، قبل ما نغوص وندخل في تفاصيل الفيديو او حلقة اليوم، حبيت اوضح نقطة بالنسبة للناس اللي تريد مثلا تحصل اي باقة او اي شخصية او اي سلاح موجود داخل اللعبة ولا مش موجود داخل اللعبة، يعني موجود بمنصات ثانية، فيمكن انك تشحنها حتى قبل ما يتم اصدارها على نسخة الجوال او نسخة الموبايل. فمثلا يعني شخصية ميشون زي ما تلاحظوا دي خاصة مسلسل The Walking Dead، فهالشخصية جدا رهيبة، انا شخصيا اشتريتها وموجودة حاليا بحسابي، ولو انه الباقة ما نزلت الى الحين على منصة الجوال. زين، حتى تكون عندكم فكرة يا شباب عن الموضوع. ايضا حتى بالنسبه اللي يريد يحصل اي باقه عادي يا اخي، تواصل معي بس على حسابي انستغرام اللي راح يكون في وصف هذا الفيديو، واكيد انه راح تكون لنا تجربه لهذه الشخصيه اثناء شرح حلقه اليوم، يعني تشاهدون تفاصيلها باذن الله في هذا الفيديو. فيلا على بركه الله. طيب، لو محتاج شحن لعبه ورزون موبايل انصحك وبشده بمتجر سجاد التاجر. ليش؟ لانه الولد ثقه، بالاضافه الى شحن رسمي وسريع، معاملته اكثر من 6 سنوات في شحن الالعاب، فروابط راح تلاقونها في وصف الفيديو بالاضافه الى التعليق المثبت. وايضا بالنسبه للجزائريين وباقي الدول العربيه، متوفر الشحن اي غرض تريده داخل اللعبه. وللطلب والاستفسار التواصل على حسابي انستغرام. اخواني، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناه اندرويد 18. شباب، اليوم جينا لكم بحلقه جديده وراح تكون فيها يعني في تفاصيل مش كثير، ولكن باذن الله راح تفيدكم في هذا الفيديو، من بينها اهم شخصيه الناس اللي تحصلها في هذه اللعبه واللي هي شخصيه جوست كود نيم. هذه الشخصية اللي تكلمنا عنها سابقا انها راح تكون حصرية لمستخدمي نسخة الموبايل، اي بمعنى انها راح تكون شخصية حصرية للاعبي نسخة ورزون موبايل، بمعنى انها ما راح تكون متاحة للمنصات الثانية زي اكس بوكس وبلاي ستيشن وستيم وغيره حاليا ومبدئيا. هذا هو كلام الشركة، بعد مش عارف سنة او سنتين الله اعلم اذا توفر او لا. وهذه الشخصية زي ما ذكرنا راح تكون بصيغة مجانية، لكن الغريب في الموضوع انه ظهرت شخصية ثانية معها، وهي نفس الشخصية لكن في اسم مختلف وفي الوان مختلفة للشخصية. احنا عارفين انه البارت باس الموجود في لعبة وورزون باي نسخة كانت او بالمودرن وورفير 3 يعني بنسخة الجوال او بالمنصات الثانية، دوما يكون في بارت باس عادي وبارت باس بلاك سيل. البلاك سيل هو دائما الشخصيات اللي تكون عليها الوان بلاك جولد، اي بمعنى بالذهبي والاسود. من باب الصدف انه تم ظهور شخصيه جوست اللي خاصه بالتسجيل المسبق ايضا بسكين بلاك سيل، اي بمعنى انه حتى هذه الشخصيه راح تتوفر معنا بالبلاك جول والاسم مختلف. الشخصيه الاولى اللي راح تكون شخصيه عاديه يكون اسمها جوست كود نيم، والشخصيه الثانيه اللي هي مشابهه ولكن باللون الاسود والذهبي راح تكون باسم جوست جولدن فانتوم. هذه الشخصيه راح تكون بهذا الاسم، اي بمعنى مش عارف يعني راح اعطي توضيح حسب وجهه نظري لانه ما فيش معلومات مؤكده الى الحين، فراح نقسمهم الى جزئين. الجزء الاول اما انه راح نحصل هذه الشخصيه ايضا الثانيه بشكل مجاني مع الشخصية الأولى. ليش؟ لأنها توفر على شخصية بلاك سيل وشخصية عادية، وقد يكون أيضا جزء ثاني أو ممكن طرح ثاني لهذا الشخصية قد يكون في إصدار البلاك سيل، بمعنى يعني حسب تفكيري والله أعلم، أتمنى أن يكون مخطئ، أنه هذه الشخصية قد تكون أيضا حصرية في إصدار البلاك سيل، باتل باس البلاك سيل الخاص بالموسم القادم اللي راح يكون يعني احتفالية بطرح لعبة وورزون موبايل، بمعنى أنه يتوفر هذا الشخصية اللي تكون بصيغة البلاك جولد، لأنه العادية ما راح يحصلونها لواعيب البي سي والبلاي ستيشن وغيره، فممكن أنه الشركة فكرت بهذا الشكل على أنها تسوي هذا الشخصية باللون الأسود والذهبي على أساس أن يتم إصدارها في باتل باس البلاك سيل للموسم القادم، اي بمعنى انه ترادي جل الناس. الموبايل عندك الشخصيه العاديه بشكل مجاني، واذا تريد تحصل الشخصيه الثانيه اللي تكون بالبلاك جولد فاكيد ضروري انك تشحن اصدار البلاك سيل في الموسم القادم. هذا وجهه نظر. وبالنسبه حتى ترادي ايضا لعيب المنصات الاخرى زي البلاي ستيشن وستيم واكس بوكس، فايضا اصدرت هذه النسخة الخاصة بجولدن فانتوم خاصة بشخصية جوست، وراح تكون تتوفر في كشخصية حصرية في البلاك سيل، أي بمعنى أنه ردت الاثنين.
الجوال بشكل مجاني، والمنصات الأخرى يحصرون الشخصية اللي باللون الأسود والذهبي بشكل مدفوع في إصدار البلاكسيل. لماذا ذكرت يعني هذا الموضوع؟ يعني وجهة نظر، فأنا أعتقد لأنه كل بلاكسيل تكون عندنا شخصية حصرية، زي هذا الموسم توفرت معنا شخصية جون دوي. جون دوي ما راح تحصلها بالباتل باس العادي، لكن لما تشحن الباتل باس البريميوم راح تحصلها وتكون شخصية حصرية، على عكس الشخصيات الموجودة الأخرى اللي موجودة مثلا في الباتل باس، فتحصل الشخصية العادية موجودة شخصية بلاكسيل، لكن الشخصية الأولى اللي تكون في أول طاير دوما ما تكون شخصية حصرية بالنسبة للناس اللي تشتري إصدار البلاكسيل، حتى تكون عندكم فكرة يا شباب. فهذا يعني أنا اقتبس هذا الكلام وهذا الطرح يا شباب وهذا الاستنتاج يعني من هذه الفكرة اللي الشركة مسويتها، وأتمنى أني أكون غلط وتحصلوا كل الناس بشكل مجاني، لكن اللي ظهر اللي طلع ببالي انه هاد، ومش عارف ان شاء الله يعني قادم الايام راح تكشف لنا كل التفاصيل باذن الله، يعني اذا مجاني او مدفوع. لكن انا متمسك الحين بكلامي انه راح يكون في بلاكسيل الموسم القادم للمنصات الثانيه، واحنا راح نحصل للشخصيه العاديه بشكل مجاني بالنسبه للناس اللي مسجله على اللعبه مسويه طلب مسبق، او اللي جايه تلعب اللعبه من الطرح الاقليمي، يعني حاليا جالسين يلعبون اللعبه حاليا، فاكيد انهم ايضا راح ياخذون شخصيه جوس كود نيم بشكل مجاني. اوكي خلاص، يعني الحين حتى نغلق قوس شخصيه جوس، لكن المهم حتى تكون عندكم فكره انه متوفر شخصيتين بديك الصيغه. الحين راح نتكلم عن بعض الاجابات الخاصه بالمطورين يا شباب فيما يخص المحتوى القادم للطرح العالمي فيما يخص لعبة وورزون موبايل. بإذن الله يعني بعض الأسئلة اللي أجابت عليهم الشركة أنه هل سيتم التعديل على شخص على خريطة فيردنسك، يعني الماب الخاص بالباتل رويال حاليا مش ريبريت وإنما فيردنسك، فذكروا أنه ممكن جدا أنه يتم التعديل عليها وراح تتلقى تحديثات يعني حتى في المواسم القادمة، يعني ولكن اول اصدار راح يكون معنا اصدار كلاسيكي، لكن بعدين راح يتم التعديل على الماب بشكل كامل، وممكن حتى يعني قادما بحول الله قد يتم تغيير حتى الماب، حتى تكون عندكم فكره ايضا يا شباب. فيما يخص الاوضاع والاحداث اللي راح تتوفر ايضا في اللعبه، اكيد انه راح يكون معنا شيء جديد، وعندها الشركه يعني محتوى ضخم جدا على اساس انها تشاركوا معنا في اصدار الموبايل، بمعنى لنسخة وورزون موبايل. يعني أحداث وهذا ذكرها يعني حتى المدير الخاص بالشركة ذكر نفس الكلام سابقا، يعني حتى لما قاموا بالإعلان عن اللعبة السنة الماضية مش هذه السنة، نفس الشيء ذكر أنه راح يكون محتوى ضخم جدا يتاح للعبة وورزون موبايل، فنتمنى ذلك. فيما يخص أيضا موازنة بعض الأغراض الموجودة داخل اللعبة حاليا، احنا نعرف أنه حتى ولو أنه في موازنة وفي كروس يعني نفس المحتوى الخاص بالمنصات الأخرى موجود على نسخة الجوال، لكن في بعض النقص، بعض النقص يتمثل في بعض الأغراض أو بعض الأشياء اللي مش متاحة حاليا على إصدار الموبايل. ليش؟ راح أعطيك مثال، يعني زي التصنيف مثلا، زي بعض السيارات أو الدبابات اللي مش موجودة أو الدراجات اللي مش موجودة حاليا بنسخة الموبايل، وعلى عكس أنها متاحة في نسخة وورزون العادية. في بعض الأشياء اللي الشركة تتكلم أنها سيتم إدراجها بإذن الله بعد الطرح العالمي، لكن يكون بشكل تدريجي، يعني في كل فترة تضيف أغراض، سواء في بداية الموسم بشكل عام أو حسب ما ذكرت هي أيضا قد يكون حتى في تحديث المنتصف، وهذا شرحته سابقا يا شباب بالنسبة اللي يريد اللي ما يعرف يمكن يرجع للمقاطع السابقة. تحديث المنتصف هو أنه باتل باس أو الموسم الكامل الخاص بلعبة وورز والموبايل هو 60 يوم تقريبا، فشهرين، في كل شهر راح يكون معنا تحديث منتصف. تحديث المنتصف راح يجيب لنا اشياء جديده ومحتوى جديد من بينها اسلحه وبعض المابات وغيره، فالشركه تذكر انه هذا المحتوى ايضا سيتم تطبيقه لاحقا يعني بعد الاصدار العالمي على نسخه الموبايل. فيما يخص التصنيف يا شباب، التصنيف حاليا الشركه تدرس إضافة التصنيف، ولكن تطلب آراء لاعبين بعد الإصدار العالمي على أساس أنها تضبط كل الأمور والنظام الخاص بالتصنيف بشكل عام على نسخة الموبايل. أوكي، فتقريبا هذه أهم المعلومات اللي حبيت أشاركها معكم في هذا المقطع.
بالنسبه للناس اللي ما شاركت في الجيف واي اللي سويته سابقا لشحن الباتل باس لشخصين اللي راح يكون شحن باتل باس العادي لشخصين، الفيديو لساته شغال. بالنسبه اللي يريد يطلع على الشروط كيف يشارك وبسيطه جدا، يتابعني بس على حسابي انستغرام وعلى حسابي تيك توك وبس يا شباب، ويكتب تعليق بذاك المقطع لانه السحب راح يكون بذاك المقطع الخاص بالجيف واي. اوكي، والسحب راح يكون بعد التحديث المنتصف باذن الله. بعد التحديث راح نسحب، اوكي، يعني التحديث مفروض انه يكون معنا في 6 من شهر 3، يعني تقريبا يومين او 3 اقصى شيء، والله اعلم. يعني اذا شركه سوت تحديث ثاني او تاجيل اخر فراح نعلمكم بكل الامور بحول الله. يلا اشوفكم على خير شباب، استمتعوا. يلا اشوفكم على خير شباب، دمتم في عافيه وحفظي. اتمنى من الله عز وجل اني قد وفقت في هذا الشرح والطرح. لايكاسكم وسلام. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.